ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في نشرة الأخبار هاته، وهذا أبرز عنوانها. زلزالان جديدان بقوة كبيرة تضرب ولاية هاتاي جنوب تركيا. ضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و 5.8 درجات ولاية هاتاي جنوب تركيا مساء اليوم الاثنين، وامتدت آثارهما إلى مناطق الشمال السوري، كما شعر بهما سكان لبنان والأردن وفلسطين ومصر. وفي شمال غرب سوريا، قال مراسل من عين المكان إن الزلزالين تسبب في انهيار مبان في ريفي إدلب وحلب، وخاصة في مدينتي أتارب حيث سقط عدد من الجرحى. وأضاف أن فرق الدفاع المدني دعيت إلى التوجه إلى مدينة أتارب حيث يوجد أشخاص محاصرون تحت الأنقاض.